نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان، الجمهور الذي يصدق على معظم الناس فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها، وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان، يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد السبت عند الحادية عشر مساء. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء البيان، وفيه نعرض إلى أهمية اللغة العربية في المجتمع. نتواصل معكم في هذا اللقاء إن شاء الله على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن أخي أيضا من الإخراج ياسر زيدان. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامعة تخصصي بمكة المكرمة، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز، وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أهلا وسهلا. أيضا أنتم مستمعينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، كذلك الرقم الآخر 6493028، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040 مع كتابة الاسم على المشاركة. أيضا إخوتنا الكرام بإمكانكم التواصل معنا على صفحتنا في نداء الإسلام في تويتر في أضواء البيان. الشيخ عبد العزيز، اليوم أيضا نكمل وإياكم إن شاء الله الآية التالية في سورة التحريم، لعلها الآية العاشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يقول المولى سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ونكتفي بهذه الآية حتى نعطيها شيئا من حقها، وحتى نعطي ما بقي من الفقرات أيضا حقها، ونعطي المستمعين أيضا حقهم. نعم. هذه الآية كما ذكرت هي الآية العاشرة من سورة التحريم، وقد جاءت بعد آية التوبة التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، والآية التي عرضنا إليها في الأسبوع الماضي وهي قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه
عليهم والآيات السابقة وهي في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن السورة خالصة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها تحذيرات وفيها نداءات لسائر المؤمنين ولغير المؤمنين حتى يحذروا من أن يقعوا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها تحذير من بعيد لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة ما حصل من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهما التحذير وهو قوله سبحانه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وجاء أيضا التحذير لجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فأراد الله تعالى أن يضرب مثلا على سبيل التحذير للذين كفروا في هذه الآية، وضرب مثلا بعد ذلك للذين آمنوا، وذكر أيضا مريم ابنة عمران والنساء. المرأة إما أن تكون مؤمنة وزوجها كافر، وإما أن تكون كافرة وزوجها مؤمن، وإما أن تكون مؤمنة وزوجها مؤمن، وإما أن تكون كافرة وزوجها كافر ذكرته، وإما أن تكون بلا زوج، وكل ذلك جاء في هذه السورة. فأما المرأة المؤمنة وزوجها مؤمن فذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كنا مؤمنات وزوجهن هو خير البشرية عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. وأما المؤمنة التي زوج أما الكافرة التي زوجها مؤمن فهو ما جاء في هذه الآية، فإن الله ذكر امرأة نوح وامرأة لوط وكانتا تحت عبدين صالحين ولم تكونا مؤمنتين. وأما المؤمنة وزوجها كافر فجاء في الآية التي بعدها وهي امرأة فرعون وقد كان من الكافرين وكانت من المؤمنين. والمرأة الكافرة التي زوجها كافر هذا في سائر في الباقي في من لم يذكر، وأما المرأة التي لا زوج لها فهي مريم ابنة عمران وقد ذكرها الله تعالى في آخر آية في هذه السورة وقد كانت مؤمنة. نعم. فهذا المثل الذي ضربه الله تعالى ضربه لامرأة كافرة وزوجها مؤمن، وذكر امرأتين ها هنا. وجرت العادة أننا نذكر نمر بالآية ونعربها أو نعرب ما تيسر منها أو ما كان يحتاج إلى إعراب. فمثلا قوله سبحانه ضرب الله مثلا هذا مفعول، قيل إنه مفعول أول والظاهر أنه مفعول ثان ولكنه مقدم، لأن المفعول الأول هو امرأة نوح، ضرب الله امرأة نوح وامرأة لوط مثلا، فمثلا مفعول ثان مقدم، وامرأة نوح مفعول أول مؤخر، وامرأة لوط معطوف على امرأة نوح. وللذين كفروا هذا متعلق بضرب، وجملة كانت تحت عبدين هذه جملة حالية لأنها تعود إلى المرأتين، وتحت ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف عبدين مضاف إليه، وصالحين نعت لعبدين، فخانتاهما هذه جملة معطوفة، وفلم يغنيا عنهما من الله شيئا واضح وشيئا مفعول به. وقيل ادخل النار مع الداخلين، ادخل فعل أمر مبني على حذف النون، والنار مفعول به ومع الداخلين واضح يعني أن ما مع ظرف وهو مضاف والداخلين مضاف إليه وهو مجرور على مجره الياء. طيب الشيخ عبد العزيز حذف النون هنا لماذا؟ ما هو؟ حذف النون لماذا كان؟ في ادخل نعم هذه هي القاعدة في الفعل في فعل الأمر أنه يبنى على حذف النون، يعني هو إذا كان إذا كان فعله المضارع من الأفعال الخمسة فإنه يبنى على حذف النون،
فتكون في الأصل الفعل يدخلان، تأتي بالفعل فعل الأمر فتقول ادخلا، ويدخلون تقول ادخلوا، وتكون أنه مبني على حذف النون. وكذلك في افعلي مثلا تكون أنه مبني على حذف النون. والقاعدة هي القاعدة الدقيقة المنضبطة في هذا أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. هذه قاعدة. هذه قاعدة. نعم. قاعدة. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أيا من يفهم. فالأمر الفعل المضارع إذا كان مجزوما بالسكون فإنه يكون كذلك. ففي مثل مثلا قل، هذا مبني على السكون لأن فعل الأمر لم يقل، فعل المضارع، الفعل المضارع لم يقل. نعم. فيكون يعني مبنيا على ما جزم به المضارع. إذا كان الفعل المضارع الجزم فيه بحذف حرف العلة مثل لم يسعى تقول اسعى، مبني على حذف حرف العلة. يرمي كذلك، لم يرمي ارمي. ادعو، لم يدعو تقول فيه ادعو. وبالتفصيل، والامر مبني على السكون او حذف حرف علة والنون عند التفصيل. نعم. واما القراءات فليس فيها من القراءات الا في فلم يغنيا، هنالك قراءة شاذة، فلم تغنيا اي المرأتان، يعني فلم تغنيا عنهما أي عن أنفسهما. يعني هو وضع الضمير هنا والمراد به يعني عنهما عن أنفسهما، فلم تغنيا عن أنفسهما شيئا. وهنالك أيضا قراءة شاذة، فلن يغنيا، فلن يغنيا. طبعا هنا فلن شيخ. نعم، هنا شيخ عبد العزيز يغنيا أي الـ 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 النبيان. النبيان. نعم. نعم. وفلم تغنيا المرأتان. والمرأتان. وفي قراءة شاذة، فلن تغنيا المرأتان. المعذرة، فلن يغنيا. فلن يغنيا. فلن يغنيا فقط من غير ألف تثنية. فلن يغنيا. فلن يغنيا عنهما من الله شيئا، أي فلن يغنيا ذلك. لن يغني كونهما تحت عبدين صالحين، لن يغني عنهما من الله شيئا. المعنى واضح. نعم. أي لن يغني ذلك عنهما من الله شيئا. إذن هنا ثلاث حالات يعني. إذن نعم، ثلاث قراءات. نعم. ثلاث قراءات، وكلها تتفق في المعنى أو تلتقي. نعم. في المعنى. الضرب في اللغة العربية في الأصل هو القرع، بأن يضرب الإنسان بشيء و يكون لذلك الشيء، لذلك الضرب صوت، أو لذلك الفعل صوت، هذا يقال له الضرب. وأصل الألفاظ التي تستعمل في المعاني هي في الأصل في أشياء حسية، في أمور حسية، فتوسع بعد ذلك في الضرب حتى أصبح في أشياء محسوسة أكبر من هذا، أكبر من وضع مثلا جسم أو جرم على جرم حتى يكون له صوت. أصبح في الأشياء الكبيرة حتى قالوا إن مثلا فلان ضرب خيمته، ضربها أي نصبها، لأنه سيحدث أصواتا في الأرض، فأصبح فيقال هذه خيمة مضروبة. ثم تصبح بعد ذلك كالعلم، الشيء الواضح المثال، ثم توسع في ذلك بعد في توسع في هذا الأمر حتى أطلق بعد ذلك على ضرب الأمثال، حتى كأن الإنسان حينما يرى ذلك الشيء يراه كأنه علم يعني من وضوحه. فاستعمل هذا بعد ذلك في ضرب الأمثال. وضرب الأمثال جاء كثيرا في القرآن الكريم، وقد ذكر ابن الزمخشري في أول كتابه الكشاف في أول ضرب مثل في القرآن في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ذكر كلاما جيدا شريفا يقرأ في هذا الموضوع وفي أهمية ضرب الأمثال، وأن لذلك شأنا في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق. وذكر هنالك أن فيما أذكر أنه أشار إلى أنه في الإنجيل سورة يقال لها سورة الأمثال، وقال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال في سورة
في سورة العنكبوت وما يعقلها إلا العالمون. نعم. إذا هنا شيخ عبد العزيز كأن يعني لا يقال مثلت مثلا وإنما ضربت مثلا. ضربت مثلا نعم. لقوة الكلمة وبلاغة المعنى والهدف. نعم. فضرب الله تعالى هذا المثل للذين كفروا وذكر امرأة نوح وامرأة لوط. أما امرأة نوح فالظاهر والله أعلم أن هذه المرأة ليست المرأة التي كانت معه في السفينة، لأن الله تعالى أمره بأن يدخل فيها، أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله، قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، أي من الكافرين. فإما يعني أن تكون هذه المرأة خانت زوجها بعد ذلك وكانت في الأصل مؤمنة، وإما أن تكون زوجة أخرى تزوجها نوح عليه السلام بعد الطوفان، هذا هو الظاهر، لأن من كان معه في الفلك كان معه كان من المؤمنين. ولهذا لما سأل نوح ربه في أمر ولده وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلم يكن معه في السفينة إلا من كان عمله صالحا. فالظاهر أنها كانت يعني إما أنها كانت مؤمنة ثم خانت بعد ذلك، وسنذكر ما معنى الخيانة التي حصلت منها، وإما أن تكون امرأة أخرى. الله المستعان. أي نعم. وأما امرأة لوط فالظاهر أنها امرأته، وقد ذكرت في غير هذا الموضع، وبأنها كانت من الغابرين كما جاء في سورة الأعراف وجاء في سورة العنكبوت وفي سورة النمل قدرناها من الغابرين. وهذه الخيانة التي حصلت منهما، الصحيح أن هذه الخيانة هي الكفر، وأنها ليست الخيانة التي هي الريبة أو الفاحشة أو الزنا، فإن الأنبياء كما ذكر المفسرون وكادوا يجمعون على هذه المسألة أنهم معصومون من أن يقع أزواجهم في مثل هذه الفواحش ومثل هذه الأفاعيل، لأنهم يعلمون ذلك بالوحي ولا يبقون المرأة بعد ذلك إذا حصل منها شيء من هذا. فكان المفسرين أجمعوا على هذا، وابن عباس صرح بهذا وبأن هذا أن هذه الخيانة كانت خيانة في الكفر وخيانة في الإيمان، يعني بالكفر. طيب بس الشيخ عبد العزيز، قوم لوط معروف منهم ما كان من الفواحش، وكانت امرأة لوط يعني تسايرهم في هذا وتدلهم على أمور مشينة، تدلهم نعم، لكنها لا تفعل، لأنها كانت تدل الضيفان أو تدلهم على الضيفان. نعم. وكانت تشعل نارا حتى يكون ذلك علامة على أن لدى لوط بعض الضيفان وبعض الغرباء، فتخونه من هذه الجهة، والله أعلم. لكن الله أخبر أنهما خانتاهما، فلا يمكن لنبي أن يبقي امرأته على يعني أمر سيء في الأخلاق مثلا. نعم. طيب هنا سؤال شيخ عبد العزيز، لماذا يعني استبقيا زوجتيهما على ما كان منهما؟ يا الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم لينذروهم وليبلغوهم، فإما أن تكون تلك المرأتان كانتا منافقتين ولم تكونا تظهرا الكفر، وإما أن يكون أولئك أن يكون النبي نبي الله نوح ولوط صبر عليهما كما صبر على أقوامهما، فإنهما بعثا إلى الأقوام للإنذار والإبلاغ وأمر بالصبر، فكان يعني كانت امرأة نوح من جملة الناس، فإن أكثرهم لم يكونوا مؤمنين وما آمن معه إلا قليل،
وأمر بالصبر عليها. وكذلك لوط عليه السلام هو صبر عليها كما صبر على قومه. طيب. نعم. فقال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وذكر هذه العبودية للتشريف وللتنويه بأمر العبودية، ووصفها أيضا بالصلاح، أن يوصف الصلاح يأتي وصفا حتى للنبي، وكما قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. نعم. فوصف بهذا لهذا. والعبيد كما يقال هم أربعة، أربعة أنواع. أنا هنالك عبد لله تعالى بالقوة، وهذا كل الخلق، يعني كلهم عبيد لله بالقوة، شاءوا أم أبوا هم عبيد لله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم سيأتي عبدا ذليلا خاضعا له، سواء كان عاصيا أم كان مطيعا. وأما العبد الآخر فهو العبد الخاص الذي شرفه الله تعالى بالإيمان، وتأتي الإضافة فيه للتشريف، مثل عباد الرحمن. هؤلاء من المخلصين يا شيخ؟ نعم، هؤلاء المؤمنون المخلصون الصالحون. طيب. وهنالك نعم، وهنالك العبد الذي يعتق، الذي يكون مملوكا ويباع ويشترى، كما كان العبيد من قبل وبعد ذلك حرروا كما نعلم، وهو الذي جاء فيه العتق والتحرير وتحرير الرقبة، وهو العبد الذي يكون عبدا خالصا أو مدبرا أو مكاتبا أو بقي عبد آخر، وهو عبد الدينار والدرهم، عبد الخميصة وعبد الخميلة وعبد الدنيا. هذا نوع من العبيد. هذا واسع يا شيخ المسألة. هذا كثير أيضا. نعم. هذا كثير. عبد الهوى. نعم. فقال هنا: فخانتاهما، وقد عرفنا معنى الخيانة، فلم يغني عنهما من الله شيئا. وهذا هو وجه التنبيه هنا والإنذار لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه قيل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبنا أنكن إن كنتن أزواجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يغني عنكن من الله شيئا، فإنه لن يغني عن الإنسان إلا عمله، فإن حصل منكما، طبعا لأنه كان الكلام عن زوجين أو امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل منكما شيء فإن منزلتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغني عنكما من الله شيئا. فجاء هذا التحذير، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أن تينك المرأتين قيل لهما، وهذا على سبيل تحقق الوقوع، لأن قيل فعل ماض، وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقال مع الداخلين لأنهم باب تغليب الذكور على الإناث، وكأنهم هم الأكثر، الله أعلم، أو لأن هذا أسلوب القرآن في أنه يغلب الذكران على الإناث، كما قال: وكانت من القانتين، في آخر السورة في شأن مريم، شأن مريم عليها السلام. نعم شيخ عبد العزيز، القارب في حديث القرآن وفي صيغ الأمر والنهي في القرآن يأتي للمذكر. نعم. والنساء بعد ذلك يكون تبعا له، تبعا للحكم. هنالك لطيفة في مسألة امرأة، وأولا امرأة طبعا جاءت بالتاء المفتوحة، هم العلماء يقولون، علماء الرسم، وكما هو واضح في القرآن الكريم، أن المرأة إذا كانت مقترنة بزوجها فإنها ترسم بالتاء المفتوحة، فإذا كانت وحدها فإنها تكون بالتاء المربوطة، مثل امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فإن هذه تأتي بالتاء المربوطة. أما إذا كانت بالتاء المجرورة، وفي ذلك سر لطيف، أو حينما تضاف إلى زوجها تكون يعني غير مقفلة، لأن التاء المربوطة مقفلة، وأما هذه فهي مضافة لأنها تبع لزوجها. ويأتي أيضا في القرآن لفظ امرأة، ويأتي زوجة، وتأتي صاحبة
أيضا، وللعلماء تفريق بين هذا وهذا وهذا، ولعلنا نفصل ذلك في فتوى جاءت وأجبت عنها بإجابة مفصلة، لكن أذكر الموجز لأنه لعلنا لا نستطيع أن نقرأ بعد ذلك الفتوى. من المرأة إذا كانت الأنثى، يعني حينما تكون مقترنة بالرجل، إن كان بينهما انسجام فإنها تأتي بلفظ الزوج، مثل يا آدم اسكن أنت وزوجك. طيب، لكن حينما يكون هنالك جفوة أو فجوة بينهما فإنها تذكر على أنها امرأة وحسب، لأن هي مجرد امرأة. ومثال الجفوة هي هذه الجفوة، قد تصل إلى الكفر أو اختلاف الدين، كما قال هنا امرأة نوح امرأة لوط، وقال امرأة فرعون، بينهما فرق يعني كبير في الملة. ولكن قد يسأل سائل فيقول: فماذا تقولون في امرأته قائمة؟ فأقبلت امرأته في صرة، وهي امرأة إبراهيم وامرأة زكريا وامرأة. فالجواب هنا أنا قلت جفوة أو فجوة. الفجوة حينما تكون المرأة يعني ليس فيها خاصية الأنوثة التي هي قبول الحمل والولادة، كأنها تجاوزت هذه المسألة وخرجت عن أن تكون زوجة وأصبحت مجرد امرأة. ولذلك كانت امرأة زكريا عاقرا، وكانت امرأة إبراهيم أيضا امرأته كبيرة، يعني كان فقدت خاصية، عجوز عقيم كما قال في القرآن، يعني نعم. كان فقدت خاصية من خصائص النساء، نعم، هي الخاصية خاصية كبيرة، نعم. وأيضا يأتي إشكال في امرأة عمران، وكانت امرأة عمران كان في بطنها حمل، فكان من الجواب أن زوجها لم يكن على قيد الحياة فيما قيل، والله أعلم. ثم جاء استشكال آخر، وهو أن الله تعالى قال في سورة المسد: وامرأته حمالة الحطب، وبينهما انسجام في الديانة، فهي كافرة وهو كافر، فكان مما قيل إنها ليست زوجته في الآخرة، فهي في واد في جهنم وهو في واد آخر، فليس بينهما اتفاق. على كل حال هذا ما قيل، وهنالك تفصيل في الجواب لعلنا إن شاء الله إن بقي الوقت سوف نذكره في ذلك المكان. أما يبقى بعد ذلك معنا الصاحبة، يعني لو أردنا أن نرتب الآن المرأة والزوج والصاحبة، طبعا الزوج الذي جاء في القرآن زوج المرأة، نعم، بلا تائم فارقة، يقال زوج وعرس وعروس، رجل عروس وامرأة عروس، ورجل عرس وامرأة عرس، ويقال رجل زوج وامرأة زوج، وكأنه لأنهما كالذات الواحدة لا يفرق بينهما، نعم. حتى انسجام، لأنهن لباس لكم وأنتم لباس لهم، سبحان الله، نعم. فلو أردنا أن نرتب هؤلاء الأصناف الثلاثة نقول امرأة فزوجة فزوج فصاحبة. الصاحبة قليل يعني جاءت في القرآن، وقل أن تكون المرأة صاحبة، وخير الأزواج من كانت صاحبة، إذا وصلت إلى هذه المرأة، إذا إلى هذه المرتبة وأصبحت صاحبة، يعني هناك انسجام وتآلف، نعم، حتى لو فقد شيء من أسباب الزوجية فإنه تبقى أو يبقى شيء من أسباب الصداقة. الصداقة لها ارتباط بالعقل أكثر من العاطفة، فتبقى دائمة بدية سرمدية. ذكر الله تعالى الصاحبة في الموطن الذي في الشدائد، في أشد موطن، ومع ذلك أخبر القرآن أن الإنسان يفر من صاحبته، فقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لو ذكر امرأته لم يكن لها وقع كوقع الصاحبة، لأنه يفر من امرأته وهي في أعلى درجات الزوجية والصحبة، سبحان الله. فذكر أخص الخصائص. يوم صعب يا شيخ، نعم، يوم صعب، نعم. طيب، إن شئتم وقع
إذن نقف هنا شيخ في فاصل قصير ثم نكمل بإذن الله وإياكم. طيب إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله حياك. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في البرنامج المباشر أضواء البيان مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد العزيز الحربي. حياكم الله مرة أخرى شيخ عبد العزيز. حياكم الله. كنا توقفنا بعد هذه الآية التي تلتمها الآية العاشرة من سورة التحريم، ننتقل إلى فقرة أخرى حول تغريدات مجمع اللغة العربية وما في هذا المجمع المبارك من فوائد. تفضل شيخنا. نعم، هنالك بس لطيفة أريد أن أنبه عليها وقد ذكرها ابن كثير في تفسيره، وهي الإشارة إلى حديث من أكل مع مغفور له غفر له. طبعا مناسبة الحديث للآية واضح، لأن هاتان المرأتان كانتا تأكلان مع زوجيهما، ولكن هذه الآية تدل على ضعف هذا الحديث، والحديث ضعيف من أصله، بل هو موضوع كما قال ابن القيم، ولكن جاء بهذا الكلام أو للتنبيه على أن الحديث ضعيف سندا ومتنا. سندا لأن فيه كذابين، ومتنا لأنه يخالف ما في الآية كما جاء. وهناك أيضا لطيفة أخرى في قوله تعالى كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. التحتية هذه يعبر بها عن الزوجية، فيقال المرأة تحت فلان. ويذكر بعض المفسرين ها هنا لطيفة، وهو أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى اختلف لديه طائفتان، طائفة من الشيعة وطائفة من أهل السنة، في تفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر أو أبي بكر على علي بن أبي طالب، وكان على المنبر فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل من فوق المنبر. ففهم أهل السنة أن المراد بذلك أبو بكر، لأن ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم أولئك أن المراد علي بن أبي طالب لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي. هذا من الأجوبة اللطيفة. نعم، نذكر بعض الأغلاط الشائعة. نعم. من الأغلاط الشائعة التي تجري على ألسنة الخاصة قبل العامة قولهم صبورون. هؤلاء صبورون، جمع صبور على صبور على صبورين. لا يقال هؤلاء صبورون، أو لا يجمع صبور جمع مذكر سالما، لا يجمع هذا الجمع، وإنما يقال صبر. صبر هم صبر عند اللقاء، أو صدق وصبر. لماذا؟ لأن مفرده يستوي فيه المذكر والمؤنث، ومن شروط جمع المذكر السالم أنه يجمع جمع مذكر سالما اللفظ يعني، بشرط أن لا يكون مفرد، أن لا يكون مفرده مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب. لأننا نقول رجل صبور وامرأة صبور، ولا نقول صبورة. إذا جمعنا لا نجمع. ولا صابرة شيخ؟ ها؟ ولا صابرة أو صابرون؟ لا، صابرون غير، لأننا نقول صابر وصابرة. طيب. أما فعول لا. على هذا مثل فعول. نعم، مثل عجوز. طيب. عجوز لا يجمع على عجوزون، على عجوزين لا يقال عجوزون، إنه يقال رجل عجوز ومرأة عجوز. نعم. حتى قتيل وأسير لا يقال أسيرون وقتيلون. طيب، هذا واحد. الأمر الثاني في من الأغلاط الشائعة، وهذا نبه عليه كثير من الذين يعنون بهذا الأمر، قولهم ساهم، بمعنى أنه شارك أو اشترك في شيء. الصحيح أن اللفظة المتعينة هنا هي أسهم، أسهم لا ساهم. ما ساهم فهي من المقارعة كما قال سبحانه فساهم فكان من المدحضين. طيب، يقال أسهم فلان بكذا، اشترك أو شارك بشيء. المقارعة ماذا تقصد يا شيخ بالمقارعة؟ المقارعة القرعة، يعني بالقرعة، أنه سهام القرعة.
لكن في 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 حيثية المشاركة والتفاعل. نعم يقال أسهم. أسهم. نعم. طيب استهم تأتي يعني. استهم فلان وفلان أو هكذا يعني. استهم يعني بمعنى أن أنه أخذ حظه. أو طلب المساهمة. نعم. طيب. نعم. كذلك من الأغلاط الشائعة التي يقع فيها كثير من العامة هو من ومن بعض الخاصة أنهم يؤنثون بعض المذكرات مثل الرأس فيقولون رأسه صغيرة. هذا سمعته يعني يقول رأسه كبيرة أو رأسه صغيرة. صحيح. لا الرأس مذكر ليس بمؤنث. يقال صغير. رأس صغير. رأس صغير ورأس كبير. وكذلك من الأغلاط التي يقع فيها كثير من الناس الخلط بين نفذ ونفد. فيقولون نفذ المال، نفذت النقود، نفذ ما كان معي، نفذ يقصد أنه نفد. هذه مزعجة كثيرة يا شيخ. مزعجة وكثيرة منتشرة. نعم منتشرة. هذا خطأ. نفذ إنما يقال نفذ السهم بمعنى أنه اخترق الشيء الذي وقع عليه. العرض على وشك أن النفاد عرض. نعم. البضائع مثلا. نعم. هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما نفدت كلمات. صح. ربي أي ما انتهت يا شيخ. نعم هذا فهي نفد على وزن علم، نفد يعلم. صحيح. كذلك من الأغلاط الشائعة قولهم في الباب مغلوق. مغلوق هكذا. مغلوق بعضهم يقول مغلوق، وهذا مفعول لا يأتي إلا من الثلاثي، كلمة حمد فهو محمود أو كسر فهو كسر فهو مكسور، لكن لا يقال مغلوق إنما يقال مغلق لأنه من أغلق من الرباعي. طيب. نعم. كذلك بالمناسبة ما دمنا أننا ذكرنا هذه الآية، من الأشياء الذوقية يعني الأغلاط الذوقية أن ينسب من كان يعمل عمل قوم لوط إلى لوط فيقال لوطي. هذا خطأ. الله المستعان. نعم. لا يقال لوطي إنما يقال إنه يعمل عمل قوم لوط نسبة إلى القوم. إلى القوم وليس إلى النبي، مع أن المراد مقصود معروف. معروف. نعم. لكن هذا من كمال الذوق. لا لا, لا لا لأن اللوطية شيخ يعني كما يقال مثلا مسيحي ومحمدي و... إيه لكنها منتشرة على منتشرة. نعم. منتشرة حتى على ألسنة الفقهاء واللوطية الصغرى واللوطية منتشرة، لكنها ما جاءت أبدا في هي مفهومة الوحي يعني. في الوحي يعني ما جاءت. نعم. بهذه الصفة، لكنها جاءت على ألسنة الفقهاء، لأن أصل اللاطب معنى فيها 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 معنى الالتصاق اللام والواو والطاء، وهي موجودة عند بعض القبائل. نعم نعم موجودة. نعم موجودة. أما التغريدات. طيب قبل أن ننتقل إلى تغريدات المجمع، مجمع اللغة العربية لديكم شيخ، لماذا أورد الله عز وجل في قوله وقيل ادخل النار، لماذا هنا ذكر قوله وقيل ولم يعني يكن وقلنا أو بأمر مباشر، وإنما قيل فعل مبني للمجهول قيل؟ هو أصلا لم يأتي في أصل الكلام ما يخالف السياق، يعني هو لو كان مثلا أصل الكلام ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح وأردنا امرأة نوح وامرأة لوط معلش وأردنا ألا تغني عنهما من الله شيئا، ثم بعد ذلك جاء الكلام مخالفا لما سبق، هنا يأتي السؤال. أما إذا جاء الكلام ابتداء هكذا فلا يرد السؤال في مثل هذا. ولأيضا من معاني التنكير، وأقصد من معاني بناء الفعل لغير الفاعل في مثل قيل، حتى يذهب السامع كل مذهب، من الذي قال الملائكة أم قال خزنة جهنم أم قال مالك وحده أم قال الله أم
وذلك يعني هو أوقع في النفس وهو أكبر في التهديد وأعظم، والله أعلم. وهذا موجود في القرآن بكثرة يعني. إيه نعم. الصيغة هذه. نعم نعم. طب نذهب إلى التغريدات. هناك تغريدات متنوعة. أولا منها نحن ذكرنا التنعيم في لا أدري لأي معنى ذكرناه، ما أدري في الحلقة التي قبل السابقة. نعم على أسماء المواضع. أيوة بس نحن ذكرنا عند أي آية ما أدري، نحن اخترنا على كل حال أنا نسيت يعني. كنا نتحدث عن في سورة الفجر يا شيخ. أيوة نعم. ونعمة بقوله فأكرمه ونعمة، فذكرنا هنالك التنعيم وذكرنا لماذا سمي التنعيم تنعيما، فأنا صوتها في تغريدة بعد ذلك وقلت التنعيم الموضع المعروف بمكة سمي بذلك، طبعا هذا بناء على ما قاله أهل التواريخ، سمي بذلك لأن بجانبه جبلا اسمه منعم وآخر اسمه ناعم والوادي اسمه نعمان، ومن جاور النعم فهو في تنعيم، فسمي تنعيم لهذا. هذه فائدة يعني يعنى بها أهل مكة. ممتاز. نعم. وتغريدة أخرى وهي في قول في نحو لا تتكلم، لا تتكلم في قوله مثلا يوم يأتي لا تكلم نفس، لك تمنحك العربية ثلاث طرق تخفيفا عليك، إذا توالى تاءان، العربية تمنحك ثلاثة تعبيرات، لك أن تقول لا تتكلم بتاءين، لكن اللغة العربية فيها شيء من السماحة والتخفيف، والتخفيف هو مطلب من المطالب، وبعض الناس يصعب عليه أن يأتي بتاءين، فله أن يأتي بالطريقة الثانية بالطريقة الأخرى وهي حذف إحدى التاءين، هل هي الأولى أم الثانية هذا خلاف لا فائدة فيه، اختلف العلماء فيها وكاختلافهم في الدجاجة والبيضة. نعم. فتحذف إحدى التاءين على حد قول ابن مالك في آخر الألفية، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، تتبين. نعم. فلك أن تقول تكلم، لا تكلم، وذلك في قراءة لا تكلم نفسه، بل هي القراءة الأصلية. ولك أن تدغم إحدى التاءين في الأخرى. طيب بالشدة فتقول لا تكلم، ولذلك في مثلا لتعارفوا، أصلها لتتعارفوا، للتعارفوا، ونارا تلظى، نارا تلظى بتاءين. إيه نعم. والتنزل وهكذا بإدغام التاء في التاء، وهي خفيفة أيضا لأن الإدغام تخفيف، الإدغام إنما يؤتى به للتخفيف، تدغم الحرف الأول في الثاني حتى يصبح حرفا واحدا مشددا، وفي ذلك من التخفيف ما هو معلوم. فالعربية تمنحك في مثل هذا ثلاثة طرق يعني هنا أيضا، حينما تكون لا تكلم مهملة ولا تتكلم متقلة، صحيح شيخ؟ صحيح، لكن أقصد خفيفة على اللسان، على اللسان من حيث تختصر. الإنسان إذا قال تتا هذه بعض الناس يتأتئ فيها بسبب تتابع التاءين. نعم تربكه. ها تربكه. نعم خاصة من كان عنده بالطبع يعني شيء من التأتأة. نعم. خلاص هذا مخرج من المخارج. نعم. هناك التغريدة فيها شيء من الطرفة ولكنها فيها شيء من العمق، وهي جوع الأذهان للعلم أشد ضراوة من جوع البطون للأكل، ولا تزيده البسملة إلا اتقادا ولوعة. الله أكبر. جوع، لأن هنالك شيء سميته بالجوع الذهني، الإنسان إذا عود نفسه على القراءة في الأشياء الصعبة مثل الرياضيات مثلا أو بعض المعلومات العسرة، التفكر فيها. نعم. إيه نعم. إذا تعود على ذلك يصبح في ذهنه شيء يشبه الجوع، فيشتاق إلى بعض الأشياء التي تحتاج إلى نظر وتأمل وفهم وتفهم،
ويكون يعني إذا اشتد عليه الأمر يكون هذا الجوع أشد ضراوة من جوع البطون للأكل. سبحان الله، هذا مثل الشيخ عبد العزيز طالب علم. نعم، وقلت في آخر التغريدة: ولا تزيده البسملة إلا اتقادا ولوعة. نعم. يعني البسملة في الأكل تخفف وتبارك في الطعام ويكفيه القليل، لكن هنا لا يكفيه لا قليل ولا كثير، لا تزيده البسملة لأن العلم كله بركة، تفتح شهيته أكثر، تفتح شهيته أكثر. نعم سبحان الله. نعم. أنا لدي تساؤل الشيخ، ودي اتصال أيضا، فماذا ماذا تختارون؟ طيب نأخذ هذا الاتصال حتى ما نفقده، ثم نذهب إلى الرسالة التي وصلت. أخونا عبد العزيز الشريف، حياك الله يا أخي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أستاذ محمد، كيف حالك؟ حياك الله، الله يحفظك، تفضل. أحييك وأحيي فضيلة الشيخ، كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟ خير ولله الحمد، حياك رفع الله وقدرك، جزاك الله كل خير. هل في اللغة أن نقول كهلة؟ نعم. أن نقول كهلة؟ كهلة أو كهل؟ طيب تهلك. نعم. الأمر الثاني، الاستشهاد بالقراءة الشاذة، هل هو سائغ أم يمنع من ذلك؟ الأمر الثالث، هل من ابتلاء الله للمؤمن أن يرزقه بابن عاق أو زوجة عاصية أو أب جاه متفلط كما هو حال نوح ولوط عليهما السلام؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا بعض الفرق الضالة، يقولون أن المقصود بامرأة نوح امرأة لوط هنا أنه عائشة وحفصة، فهل هذا الاستدلال وهذا التفسير سائغ وكيف نرد عليهم؟ الأمر الثاني، بارك الله فيك، هل في بقاء زوجتان نوح ولوط على ذمتهما هو تسلية لهذين النبيين في صدرهما واحتسابهما، وأيضا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما حصلت المظاهرة من قبل زوجاته؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسئلة جدا رائعة الشيخ عبد العزيز، والوقت ما بقي كثير منه. نعم، لعلك كتبت الأسئلة بس. طيب. أما تهلك، نعم، فهي بكسر اللام، هلك يهلك، ولا أدري هل يجوز الفتح أم لا، لكن الذي أعرفه هو أنه هذا الذي جاء في القرآن، هلك يهلك، ويسأل عن الفتح اللام وكسرها. طيب. نعم. القراءة الشاذة يقول. وأما القراءة الشاذة فنعم يحتج بها في اللغة العربية، وهي خير من ألف شاهد من الشواهد الشعرية، خاصة إذا ثبتت عن الصحابي أو عن ذلك حتى لو كان تابعيا ممن يستشهد بكلامه إن كان قد قرأ بها، ويحتج بها أيضا في التفسير، هي معينة في التفسير، وأيضا هي تعتبر بمنزلة قول الصحابي أيضا في مسألة الأحكام الفقهية. أحيانا إذا عرفنا أو إذا فهمنا أن هذه القراءة التي هي قراءة شاذة هي من اجتهاد الصحابي، فإنها تعتبر كقوله. ومن ذلك مثلا قراءة أبي بن كعب في الصيام: فالصيام فعدة من أيام أخر متتابعات. طبعا الإنسان إذا أفطر بعض أيام من شهر رمضان، الصحيح أنه لا يشترط أن يقضيها متتابعات، ولكن هذه القراءة تفيد أنه لا بد أن يقضيها متتابعات على قراءة أبي، ولكن ظاهر أن هذا رأي له، وهي قراءة تفسيرية من تفسيره، فحكمها حكم التفسير ولا تعتبر دليلا يحتج به. طيب. ليس بالضرورة. نعم. نقف هنا الشيخ ونأخذ اتصال ثم نكمل أسئلة. طيب. الأخ عبد العزيز. طيب. وفاء من المدينة، تفضل يا أخت وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤالان. نعم تفضلي. يا ليت يا أخت وفاء تكسر على صوت الإذاعة لديك. طيب. نعم. السؤال الأول، هل كلمة عجوز مختصة فقط بالمرأة؟ كما في الآية أألد وأنا عجوز. طيب. وأبونا شيخ كبير أيضا، كلمة شيخ هل هي مختصة فقط بالرجل؟ بالرجل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا كسر حرف الكاف في قول الله تعالى: كذلك قال ربك، كذلك قال ربك، وفي الآية الأخرى: كذلك قال ربك. طيب. لفتة جيدة.
طيب. شكرا لك يا أخت وفاء، بارك الله فيك. طيب نكمل الشيخ عبد العزيز، الوقت داهم. من أسئلة الأخ عبد العزيز، بعض الفرق تحدث ولعلكم يعني أشرتم في هذا إلى هذا، ولكن لعلكم توجزون فيما يتعلق بأمهات المؤمنين عائشة أو حفص أيضا. نعم، يقول هل من الابتلاء يعني أن يرزق الإنسان بامرأة يعني كافرة أو امرأة فاسقة؟ ونعم لا شك أن هذا من الابتلاء. هذا في الرابع، هو يسأل يقول بعض الفرق الضالة. نعم، بعض الفرق الضالة يقول إنهم يقولون إن المراد بامرأة نوح امرأة هنا عائشة وحفصة، ويقول هذا الكلام. طبعا هذا حمل النص، هذا نحن كلامنا مع العقلاء، هذا ليس كلاما للعقلاء. يعني إنه الله قال امرأة نوح امرأة لوط، فما دخلها حفصة؟ ولكن هذا مثل قولهم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة. هذا طبعا مردود عليه، مردود عليه، أو لا يحتاج إلى رد لأنه ليس من كلام العقلاء. هنالك من يصدق يا شيخ الشائعات، الله المستعان. طيب يقول هل الابتلاء يعني مثل العقوق أو ما إلى هنالك يعني يعتبر من ابتلاء، وهل هذا من تسلية النبي؟ نعم هذا بالطراد، يعني كل ما كان من الشر فهو ابتلاء بالشر، وما كان من الخير فهو ابتلاء بالخير، فالإنسان لا يخلو من ابتلاء إما بالخير وإما طيب. بالشر. وفي ذكر هذا يعني تسلية لكل من ابتلي بإيذاء من أحد. طبعا ما مستعان. رفت وفاء من المدينة تقول عجوز وشيخ. نعم، لفظ عجوز هذا يقال رجل عجوز وامرأة عجوز، يوصف بها هذا وهذا، ولدي كتاب اسمه العجوز، والعجوز له 100 معنى ومعنيان، وهذا من المعاني، ولا يؤتى بتاء فارقة للمرأة إلا على لغة ضعيفة فيقال هي عجوزة، الذي جاء في القرآن عجوز فقط، وكذلك طيب. الرجل. وأما شيخ فهو خاص بالرجل، والإنسان إذا بلغ 50 يقال له شيخ، وقيل إذا بلغ 51، يعني هذا الدقة عند أهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس، ونظمت هذا فيما هب. القاموس المحيط شيخ، القاموس المحيط. نعم، قال من جاوز 50 فهو شيخ، وقيل من جاوز 51، يعني في سنة واحدة فقط. طيب. ونظمت هذا في مهب، من جاوز 50 شيخه ولم يرد لدون غير زوج أو علم. يقال أيضا للشيخ رجل الكبير الذي جاوز 50، وللرجل أيضا يقال كما قالت هذا بعلي شيخا، يقال للرجل الزوج يقال عنه شيخ، وعلم رجل من الناس كان اسمه شيخ. هذه 3 معاني للفظ الشيخ، وليس من يدب دبيبة. نعم، من يدب دبيبة الشيخ. نعم، إنما الشيخ من يدب دبيبة. طيب. مرحلة من المراحل التي تأتي بعد الكهولة، بعد ذلك يكون يفنا، ثم طيب. بعد ذلك يكون هما وهارما. طيب شيخ، بالنسبة أما كذلك وكذلك فكذلك. عفوا قبل أن ننتقل، هل يقال شيخة؟ نعم يقال شيخة. وجاء في الآية المنسوخة طيب. والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة، في سورة النور هذه أو ماذا؟ نعم طيب، بالنسبة لكذلك وكذلك، يعني ليست موجودة في سورة النور لكن على أنها كانت يعني أي طيب. نعم. كذلك هذا خطاب للمرأة لمريم، كذلك حينما نأتي بالكاف إذا كان المخاطب مؤنثا نقول كذا ذلك، وإذا كان مذكرا نقول ذلك، وفي ذلك هذا زكريا، وفي ذلك كذلك هذا مريم. فإذا كان مؤنثا قلنا ذلكما، فإذا كان جمعا قلنا ذلكم، وقد يقال ذلك للجميع، للمفرد المؤنثة وللمفرد المذكر والاثنين والجمع، وإذا كان مؤنثا من النسوة نقول ذلكنا، فصار عندنا ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكنا. خمس. نعم، هذا بالنسبة إذا كان اسم الإشارة مفردا، أما إذا كان مثنى نقول ذانكم، ذانك وذانك وذانكما الاثنين، وذانكم وذانكنا. طيب، يقول السائل هنا قول القائل بطنيه ورأسيه، يقصد نفسه، ما هو وضع الهاء هنا؟ وهل هي من لهجات العرب؟ ألمني بطنيه أو جعني رأسيه؟ لا، هذا بطنيه. نعم، بطنية. أما بطنيه لا يجوز، لا، لكن إذا قال بطنية وأراد بالهاء السكت، والياء هذه هي المضاف، فلا بأس، يا الإضافة يعني، أنك تقول بطني وتقول رأسي وتقول رجلي، فهذا مثل مالية وسلطانية. نعم. ونحو ذلك،
لكن لا يقال هذا يعني. لكن لا تقول بطنيه، لا يقال بطنيه، وإنما يقال بطنية ورأسية. يجوز يجوز بس في حال الوقف فقط، لأن هذا الشخص يذكر بأنه استمع إلى إحدى قبائل العرب المعاصرة الآن يذكرون هذا. فيعني ما أدري هو ما أدري كيف ينطقون بها. إذا كانوا ينطقون بها هكذا بطنيه وهذا، فهم يتساهلون في فتح الياء والياء مفتوحة. نعم طيب، انتهى وقتنا شيخ معكم، شكر الله لكم، بارك الله فيكم. سعادة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة يوم القرى، وخطيب جامعة تخصصي بمكة المكرمة، شكر الله لكم وبارك الله في علمكم. وشكر الله لكم وللمستمعين. أيضا أنتم سمعنا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذنه تعالى. حتى ذلك وكل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي ياسر زيدان من التنفيذ الإذاعي. شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان. الجمهور الذي يصدق على معظم الناس، فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها، وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه، فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد السبت عند الحادية عشر مساء. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.